أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يقول الكاتب أدهم رحيم في مقال نشره موقع كتابات: نتيجة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 توجهت البلاد نحو نظام طائفي عرقي، رغم أن الهدف المعلن للدولة هو عراق ديمقراطي ليبرالي، إلا أن واقع الحال أخذ يتجه باستمرار نحو دكتاتورية الأحزاب الطائفية والعرقية، ولم تكن لدى الأحزاب القادمة مع المحتل الأمريكي أي منهج سياسي في كيفية إدارة الدولة، ولم يكن لدى قادتها أي فهم مؤسسي للنظام السياسي، وبدلا من ذلك سيطرت الأحزاب والكتل الطائفية والعرقية على الساحة السياسية في العراق، وارتكز نظام الحكم على المحاصصة وتوزيع الوزارات ومؤسسات الدولة بين الأحزاب والكتل، وجرى على نطاق واسع نهب موارد الدولة المختلفة، فأصبح العراق دولة هشة وتسودها الفوضى وغياب القانون ونفوذ الفصائل المسلحة التابعة للأحزاب الحاكمة. كشفت تقارير دولية ومحلية عن استحواذ ميليشيات الأحزاب على نصف موارد النفط للدولة العراقية وأكثر من نصف موارد المنافذ الحدودية، إضافة إلى الإتاوات من المواطنين والعمولات من الشركات العاملة. وتوزعت سلطات الدولة على دويلات الأحزاب، حيث بنت لها كيانات داخل الوزارات والهيئات المستقلة، وتجري التعيينات والعقود المشبوهة من قبل قادة الأحزاب بواجهات وزارية أو مؤسساتية نتيجة المحاصصة الحزبية. إن هذه الدويلات الحزبية الطائفية والعرقية تسببت في شلل سياسي واقتصادي عام، وولدت أزمات متكررة، كما أنها في كثير من الأحيان تحرج الحكومة نتيجة تصرفاتها اللامسؤولة. إن توحيد الجهود وتطوير العمل الجماهيري أصبح مسألة ملحة لإخراج العراق من دوامة الفوضى ودويلات الأحزاب الفاسدة والعميلة، وإن أولى المهمات في ذلك تكمن في إعادة كتابة الدستور على وفق أسس وطنية جديدة تعيد الهيبة للدولة، وإعادة فرض القانون بعيداً عن التقسيمات العرقية والطائفية. أفاد تقرير أمريكي بأن أزمة تشكيل الحكومة أظهرت تراجع الدور الإيراني في العراق، مع وجود جهات مناوئة لهذه التدخلات متمثلة بالتيار الصدري. وذكر تقرير لمجلة فورين أفيرز ترجمته المدى أن النظام السياسي العراقي في طريق مسدود منذ انتخابات تشرين الأول الماضي البرلمانية. وأضاف التقرير أن التيار الصدري الذي فاز بالعدد الأكبر من المقاعد والمتحالفين معه لم يتمكنوا من تشكيل حكومة، وأشار إلى أن الصراع يتجلى بين أكبر مكون في العراق من كتل شيعية منقسمة فيما بينها حول العلاقة مع إيران. ونوه إلى أن الصدر رغم أنه ادعى اعتزاله العمل السياسي، فإنه يحاول في الوقت نفسه تعزيز موقفه في الشارع لكسب اليد العليا على منافسيه. وأكد التقرير أن ثلاثة أرباع ميزانية الدولة تقريبا تذهب لمرتبات واستحقاقات تقاعد لقطاع حكومي مترهل، ورأى أيضا أن أغلب الأحزاب والكتل السياسية التي جاءت للسلطة بعد عام 2003 استفادت من نظام المحاصصة وترفض التخلي عنه. إن هذا المشهد يشير إلى فراغ متنامي لسلطة الأحزاب الشيعية في البلد وضعف للنفوذ الإيراني أيضاً. ويسترسل التقرير أن الأحزاب الشيعية في العراق اعتادت أن تلتحم فيما بينها بعد كل انتخابات بمساعدة من إيران لتشكيل كتلة أكبر، وأن تستحوذ على مناصب الحكومة العليا بعد تقاسمها مع الأحزاب السنية والكردية الأخرى. ونبه التقرير إلى أن نظام المحاصصة في توزيع المنافع والمصالح تم تطبيقه في نظام حكم لبنان الذي يدعو لضمان حقوق الأقليات الدينية، ولكنه ينتهي بخلق فساد مستشري وعدم استقرار سياسي وانهيار اقتصادي.
وأفاد التقرير بأن الأحزاب الطائفية في العراق تقوم بعد كل انتخابات برلمانية بتقسيم الوزارات فيما بينها، مما يؤدي ذلك إلى إطالة عملية تشكيل الكابينة الحكومية بسعي كل حزب للاستحواذ على الوزارات التي تكون ذات أكبر منفعة مالية وتشمل عقوداً مربحة. وأضاف أن عدد الموظفين الحكوميين في العراق نتيجة لذلك قد تضاعف منذ العام 2004 على نحو كبير، وبدأت الحكومة بتسديد مرتبات أكثر بنسبة 400% عما كانت تدفعه منذ ذلك الوقت. حول موازين القوى والمقاومة وإنقاذ الأقصى كتب منير شفيق مقالا نشره موقع عربي 21: تندلع في القدس والضفة الغربية منذ مدة انتفاضة عفوية شبابية مسلحة، وقد شكلت نمطا من المقاومة التي تجتمع فيها العفوية والعمليات الفردية والتحركات الشعبية بالحجارة والمولوتوف إلى جانب الحالات المسلحة التي ظهرت في مخيم جنين، والتي تمكنت مع الدعم الشعبي الآني والفوري من دحر عدة محاولات لاقتحام المخيم، ثم الظاهرة التي كرسها القائد الشاب إبراهيم النابلسي وعدد من إخوانه الذين استشهد بعضهم قبله وبعضهم معه. وقد شهد الأسبوع المشترك بين أواخر آب أغسطس وأوائل أيلول سبتمبر انتشار المواجهات العسكرية في عدد متزايد في الضفة والقدس. هذه الوقائع فجرت مجموعة من التصريحات من قبل قادة في الشباك والجيش وعدد من الصحفيين الصهاينة تحذر من انتفاضة مسلحة عامة أو ما يشبه الثورة العامة، مما يعني أننا إزاء إجراءات لمحاولة تلافي هذا. ربما مال البعض إلى القول بأن مصير هذه الإرهاصات لانتفاضة ثالثة سيكون كمصير الانتفاضتين السابقتين، ولكن على هذا البعض أن يلاحظ الفارق الكبير بين وضع الكيان الصهيوني المرتبك والمتراجع اليوم ووضعه في الانتفاضتين المذكورتين، حيث كانت موازين القوى العالمية والإقليمية وكان وضعه الذاتي في ذلك الوقت غير ما هو عليه الآن. فالأوضاع العالمية والإقليمية والوضع الذاتي للكيان الصهيوني في هذه المرحلة غير مؤاتية له، على أن العامل الذاتي الفلسطيني يمكن أن يضيف عنصراً لم يتوفر في الانتفاضتين الأولى والثانية، وهو وجود قطاع غزة المحرر وقد تحول إلى قاعدة مواجهة عسكرية، وقد فشل العدو في اقتحامها في 5 حروب وآخرها كانت حرب وحدة الساحات وإن دامت ليومين ونصف فقط، وكان ذلك بفضل الموقفين اللذين تكاملا موضوعياً، موقف حركة الجهاد وموقف حماس وبالطبع فصائل المقاومة الأخرى. وهنا يجب أن يلحظ المزيد من ضعف الكيان الصهيوني أداء سياسياً وعسكرياً. نشرت مجلة بوليتيكو مقالاً للصحفي صايم سعيد قال فيه: إنه بغض النظر عن مدى احتفالية دور النظام الملكي في بريطانيا، فإن له إرثاً منفصلاً أكثر خبثاً بشأن أكثر من 2 ملياري شخص يعيشون في البلدان التي كانت تحكم باسم التاج. وأضاف سعيد في مقاله أنه وبينما حصلت المستعمرات البريطانية على استقلالها، كانت الملكة إليزابيث الثانية في وضع فريد للنأي بنفسها صراحة عن الإجراءات الإمبريالية لأسلافها أو حتى التكفير عنها من خلال إقامة علاقة أكثر عدلاً وإنصافاً بينهم وبين بريطانيا، لكنها لم تفعل ذلك. وتابع: لم يكن هناك اعتذار ولا ندم ولا خجل ولا تعويض ولا مسؤولية أخلاقية أو محاسبة من قبل الملكة إليزابيث الثانية على الجرائم التي ارتكبت باسم التاج، وبدلا من ذلك طبقت الملكة الراحلة نهجاً أكثر أنانية، وإن كان فعالاً صورها كرمز لبريطانيا صديقة حديثة حتى مع بقاء المؤسسة التي ترأسها محافظة كما كانت دائما. بعدها الصارم عن التدخل في السياسة وإصرارها على احتفالية المنصب يعني أنها ابتعدت عن أي تفاعل ذي مغزى مع الماضي الاستعماري لبلدها أو الاعتراف بخطاياها. الماسة المعروفة باسم كوانور
تعد كوة نور أحد أكبر قطع الألماس في العالم، وقد تم تسليمها إلى التاج البريطاني عندما ضم مملكة البنجاب الهندية في عام 1849، وتم تثبيتها في جواهر التاج منذ ذلك الحين. لهذا السبب تمت الإشارة إلى الهند باسم جوهرة التاج للإمبراطورية البريطانية، وهي أثمن ممتلكاتها. وبالنظر إلى أن الحنين الاستعماري له علاقة كبيرة بقرار المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي والدور الحاسم الذي يأمل قادة بريطانيا أن يلعبه الكومنولث في محاولته للوصول إلى العالمية، فإن الطريقة التي أدارت بها هذه العلاقة لها عواقب سياسية كذلك. وختم الكاتب بالقول إن هناك أيضاً حركة جمهورية متنامية في أستراليا وكندا، حيث قتل السكان الأصليون بأعداد كبيرة على أيدي السلطات الاستعمارية البريطانية والمستوطنين. كشف موقع بولنبيرغ في تقرير عدته كلارا فيريرا ماركوس أن الصين هي الرابح في لعبة ما بعد أوكرانيا وعلى حساب روسيا، مضيفة أن التقدم السريع للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة ترك كلا من الرئيس الروسي والرئيس الصيني في وضع غير مريح قبل قمة وسط آسيا هذا الأسبوع. وقالت إن شي أراد أن تكون عودته للجبهة الجيوسياسية بعد 3 سنوات من العزلة بسبب كوفيد 19 بمثابة قفزة انتصار، ومن المتوقع أن يزور شي كازاخستان والأربعاء ثم السفر إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهناك سيقابل بوتين في أول لقاء بينهما منذ سفر الرئيس الروسي لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وإعلان صداقة بلا حدود، وبعد ذلك شن عمليته العسكرية في أوكرانيا. تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون مجموعة واسعة وتمثل 1/3 سكان العالم بعد انضمام الهند وباكستان، لكن أهميتها لا تتماثل مع حجمها. وكما يقول جيكوب جاكوفسكي الباحث في السياسة الصينية الخارجية والاقتصادية بمعهد الدراسات الشرقية في وارسو، فإن منظمة شنغهاي ليست قادرة على تقديم رد متماسك على التطورات الدولية، لكنها تظل مسرح أداء للدول الصديقة ودعاية يتردد صداها في عالم الجنوب. وهذا لا يعني فقط التزامات جوهرية اقتصادية وعسكرية، فالتقدم السريع للقوات الأوكرانية ترك الصين في وضع غير مريح، فقد تردد شي بالمخاطرة واتخاذ خطوات لدعم بوتين، لكن بكين لا تريد هزيمة مخجلة للكرملين والتي قد تنعكس سلباً على شي وتكون مصدر عدم استقرار لا يريده. كل هذا يؤكد على الربح وتدفق البضائع الرخيصة من الشركات الروسية العملاقة، ولكنها تسهم في الحفاظ على الاقتصاد الروسي في حالة من العمل وبثمن الاعتماد المتزايد على الصين التي تملك كل الأوراق. فقد زادت معدلات التصدير للصين بنسبة 50% في الأشهر 8 الأولى من العام. رسوم الكاريكاتير لها أسلوبها الخاص في نقد الواقع. أهلا بكم من جديد. لقى رجل
مصرعه بعد أن هاجمه كنغر كان يحتفظ به كحيوان أليف في جنوب غرب أستراليا في أول هجوم مميت لكنغر منذ عام 1936. وهرع المسعفون إلى مكان الحادث لمساعدة بيتر إيديس من هجوم الكنغر، لكنهم اضطروا إلى الاتصال بالشرطة عندما منعهم الحيوان من مساعدة الرجل البالغ من العمر 77 عاما، حيث أطلقت الشرطة النار على الحيوان بسبب التهديد المستمر الذي يشكله على المستجيبين للطوارئ. وقال متحدث باسم الشرطة: كان على الضباط الحاضرين قتل الكنغر بسلاح ناري بحسب موقع نيوز 9 الأسترالي. وقال بريت فالون رئيس الجمعية أو جمعية الألبكة الأسترالية إن الرجل المتوفى كان لديه شغف كبير بالحيوانات، وأضاف: من المروع أن تسمع شخصا شديد التعاطف مع الحيوانات يفقد حياته بهذه الطريقة. ينتظر ضحايا الفيضانات في باكستان بفارغ الصبر وصول المساعدات الإنسانية إليهم في أسرع وقت، أملاً في تخفيف الأعباء الناجمة عن الفيضانات. من بين المناطق الباكستانية الأكثر تضرراً من الفيضانات مدينة مدين التابعة لولاية خيبر، والتي شهدت فيضانات هي الأسوأ منذ 30 عاماً. وتسببت الفيضانات في تدمير المنازل والجسور والطرق في المنطقة، ما أدى إلى تشرد العشرات وتقطع أوصال المدينة عن محيطها، كما تحولت الطرق في المنطقة إلى أثر بعد عين نتيجة الفيضانات التي مسحت العديد من المعالم الجغرافية فيها. وفي حديثه للأناضول قال نعيم الله خان أحد السكان إنهم ينتظرون بفارغ الصبر وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وأضاف أن الفيضانات أفقدتهم كل ما لديهم، لافتا إلى أنهم الآن بلا مأوى ولا طعام. والآن أدعوكم إلى متابعة هذه المادة الفيديوية التي اخترناها لكم من مواقع الصحف. تعتبر معركة الأمعاء الخاوية المعركة الأصعب التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وتتمثل بامتناع الأسير عن تناول الطعام والشراب باستثناء الماء والقليل من الملح. فما هي أبرز معارك الأسرى الفلسطينيين؟ من نابلس إلى النقب. سجن نابلس عام 1968 شهد أول إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجاً على سوء المعاملة. أما أول شهيد قضى بإضراب الطعام فهو عبد القادر أبو فحمة في سجن عسقلان في تشرين الثاني 1970، ويعد إضراب نيسان 2012 في ذكر يوم الأسير الفلسطيني واحداً من أشهر الإضرابات التي نفذها 1500 أسير في سجن عسقلان، واستمر 28 يوماً. يليه إضراب أسرى ماجد وعوفر والنقب في نيسان 2014 احتجاجاً على الاعتقال الإداري دون تهمة بمشاركة 220 أسيراً. فهل هناك من يعتمد الإضراب عن الطعام وسيلة للمقاومة؟ أشهر إضرابات الطعام. بإمكان الإنسان الامتناع عن الماء لمدة تتراوح ما بين 3-8 أيام، وعن الطعام لمدة تصل إلى 8 أسابيع، وليس بالإمكان البقاء على قيد الحياة لأكثر من 8-21 يوماً، وبحسب الظروف البيئية والعمر والوزن من دون طعام وماء. وسبق للإيرلنديين والهنود والكوبيين أن مارسوها طويلاً أمام مقر إقامة الخصم طمعاً بعدله وإنصافه وأملاً بتحقيق المطالب. المهاتما غاندي كان من المواظبين على الإضراب عن الطعام احتجاجاً على التاج البريطاني،
الناشطة الهندية تشانو إيروم شارميلا خاضت أطول فترة إضراب عن الطعام استمرت 16 عاماً بين عامي 2000 و2016 وكانت تجبر على تناول الطعام عن طريق الأنف احتجاجاً على منح القوات المسلحة الهندية صلاحيات واسعة لاعتقال المشتبه بهم. الشاعر الكوبي بيدرو لويس بواتا أضرب عن الطعام 53 يوماً ما أدى إلى وفاته في أيار 1972. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.